حقيقة دي حقيقة. يعني بيبو بعرض لنا مباراة الستة واحد، سخنت الحلقة بيبو كده بسرعة. ماتش ماشي. شريف، انت قلت دلوقتي ان في فرق عملت للدوري طعم زي بيراميدز مثلا، لكن تفتكر الظروف المادية اللي حصلت السنة دي، الطفرة المادية في اسعار اللاعبين اللي احنا كلنا قاعدين مستغربين، فلوس كتير جدا جدا، وفلوس مش دليل على قيمة حقيقية، مع احترامي طبعا ده حقيقي كل اللعيبة، بعد النادي الاسماعيلي، بعد انبي، بعد بتروجيت، بعد كل الفرق اللي كانت عامله للدوري فعلا طعم بقى بجمهور، هل ده عامل مؤثر ان ظهر فرق عملت للدوري شكل؟ بص يا ميدو، احنا ممكن نتكلم بشكل تاني مثلا، يمكن احنا عندنا